عنوان إفريقيا من منظور عالمي، دراسات إفريقيا والشتات الإفريقي في القرن الحادي والعشرين. نظم معهد إفريقيا مؤتمراً عالمياً في قاعة إفريقيا في مدينة الشارقة بحضور الشيخة حور بن سلطان القاسمي رئيس معهد إفريقيا والأستاذ الدكتور صلاح محمد حسن مدير معهد إفريقيا وعدد من الأكاديميين والمهتمين. Moderated the panel, which is called African Diaspora Studies. أدرت جلسة دراسات أفريقيا والشتات الأفريقي في الوضع الراهن، والتي ناقشت دراسات حول الوعود والتحديات من منظور المشاركين في الجلسة. يتيح المؤتمر الفرصة للحوار حول مستقبل الدراسات الإفريقية من خلال توفير منصة للمشاركين في المؤتمر لتوثيق التحولات الكبرى في دراسات إفريقيا والشتات الإفريقي وتقديم فهم نقدي لها، حيث قدم المشاركون أوراق عمل جديدة لم تنشر من قبل يتم تجميعها لاحقاً وإصدارها في كتاب يحوي ما تم مناقشته في المؤتمر. مؤتمر إفريقيا من منظور عالمي، رؤى متعددة الجوانب ومناهج نظرية جديدة لمساهمات العديد من المثقفين الرواد في إفريقيا والشتات الإفريقي. إذن مشاهدينا، وللحديث عن المؤتمر العالمي إفريقيا من منظور عالمي يسرنا استضافة الدكتور صلاح محمد حسن المدير التنفيذي لمعهد إفريقيا. مساء الخير دكتور، حياك الله معنا. الله يبارك فيك وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى أن أكون يعني قدر توقعاتكم. الله يحفظك يا مرحبا دكتور. دكتور، يعني ما الهدف الرئيسي من إطلاق هذا المؤتمر؟ الهدف الرئيسي من إطلاق هذا المؤتمر هو إعلان، يعني بمثابة إعلان واحتفاء ببداية عملنا بمعهد أفريقيا في الشارقة. طبعا هو المعهد سيبنى على يعني بدرجات، يعني بنبدأ بدينا قبلها في شهر سبتمبر بالإعلان وعملنا مؤتمر وعدة احتفالات موسيقية واستعراضية من مختلف عدة بلدان أفريقية. صحيح. مؤتمرنا في اللي بدأ البارحة أو هو بدأ يعني البارحة، نعم، كان بمثابة بداية العمل الأكاديمي. المؤتمر عنوانه هي أفريقيا من منظور عالمي. حالة الدراسات الأفريقية في القرن العشرين. جميل. نعم. فهو بمثابة يعني إطلاق المبادرة نفسها. جميل. بشكل أكاديمي. جميل. بالتأكيد هناك العديد من القضايا الملفات التي طرحت في هذا المؤتمر، طرحت كذلك حلول لها. أبرز هذه القضايا والملفات دكتور؟ أبرز القضايا، دعينا يعني معظم المدعوين هم من قمم يعني الدراسات الأفريقية، هم من أكثر العلماء المعروفين في مجالات الدراسات الإنسانية ومجالات العلوم الاجتماعية. جميل. والمتخصصين في دراسات أفريقيا والشتات الأفريقي. الهدف يعني له عدة مستويات أو عدة أنواع. الهدف الأول هو بدينا بدراسة، يعني الحلقة الأولى كانت عن حالة أو وضع الدراسات الأفريقية ودراسات المهجر في القرن 21. دعينا رئيسة اتحاد الدراسات الأفريقية في أمريكا، دعينا عالمة أو بروفيسورة من غانا هي رئيسة مجلس الدراسات الأفريقية. جميل. ويعني أعضاء آخرين بيمثلوا حالة، يعني ليعطونا فكرة عن حالة الدراسات الأفريقية في أمريكا، حالة الدراسات الأفريقية في جنوب أفريقيا، حالة الدراسات الأفريقية في غانا. فبتعطينا عدة نماذج، وكذلك هناك أستاذ من جامعة بيرمنغهام تحدث عن وضع دراسات السود البريطانيين في بريطانيا. جميل. هذه الجلسات نظمت دكتور على مدى 3 أيام، صحيح؟ أيوة.
طيب يعني من هو الجمهور المستهدف لمثل هذه الجلسات؟ الجمهور المستهدف هو جمهور أكاديمي أولاً. وقدمنا الدعوة للأساتذة المتخصصين أو المهتمين بالدراسات الإنسانية بشكل عام والدراسات الاجتماعية الأفريقية بشكل خاص. وده جزء من لكن هو أيضاً مفتوح لكل أي شخص هو مهتم يعني الحضور مجاني والحضور قدمنا دعوة واسعة للطلاب للمنظمات الموجودة التي تهتم بالثقافة لكل الجامعات بما فيها جامعة الشارقة الجامعة الأمريكية كليات اللي في دبي وجامعة شيخ زايد وكذلك جامعة نيويورك في أبو ظبي. فالجمهور نوعين جمهور أكاديمي وجمهور عام مهتم بالدراسات الإنسانية والثقافية ومهتم بالشؤون الأفريقية. جميل. لو تغولنا في تفاصيل هذا المؤتمر دكتور، ما هي أبرز التحديات التي تواجه اليوم يعني القارة الأفريقية على وجه العموم؟ المؤتمر غطى وسيغطي يعني حتى اليوم الأخير هو غدا غطى موضوعات كثيرة، مثلا بالإضافة لحالة الدراسات الأفريقية ووضعها وأهم المناهج الجديدة فيها والتطورات فيها في القارة 21، أيضا عقدنا جلسات خاصة عن الفنون التشكيلية، عن الدراسات النقدية في العلوم الإنسانية، عن الاتجاهات الجديدة في الدراسات التاريخية، وآخر جلسة كانت اليوم هي جلسة عن العلاقات العربية الأفريقية تاريخيا وفي الحاضر. جميل. فغدا نتطرق إلى حالة الدراسات الأفريقية داخل أفريقيا والإنتاج المعرفي داخل أفريقيا. غدا هو سيكون يعني معظم الجلسات تتطرق إلى هذا. ما حققناه حتى الآن هو سيكون في شكل توصيات وسيكون في شكل يعني كتب، وسنطبع كتاب كامل عن المؤتمر بنفس يعني عنوانه. يمكن هذه الجزئية اللي أحببت أن أتطرق إليها، هذا المؤتمر بمثابة منصة لتقديم الأفكار من قبل الضيوف من المتحدثين الرئيسيين أو حتى من قبل الجمهور المستهدف، سيتم تجميع هذه الأفكار في كتاب دكتور كما تحدثت قبل قليل؟ في شكل كتاب كامل بنفس العنوان اللي هو أفريقيا من منظور عالمي، حالة الدراسة أو وضع الدراسات الأفريقية ودراسات الشتات. هي أفكار أم توصيات؟ هي سجل لكل الأوراق التي قدمت بمقدمة نقدية لكل الأوراق ومقسمة حسب تقسيمات الجلسات نفسها. وهي مفيدة لأن كل هذه الأوراق هي أوراق جديدة كتبت خصيصا لهذا المؤتمر، ليس فيها أي إعادة لمقال قديم أو نشر قبلها. فهذا في حد ذاته وطبيعة المؤتمر وعنوانه ومضمونه والجلسات المختلفة بتشكل إضافة جديدة للإنتاج النقدي عن وضع الدراسات الأفريقية عالميا، فسيكون مفيدا على مستوى العالم العربي، على مستوى العالم الأفريقي، وعلى المستوى أمريكا أوروبا وغيره، لأنه هي معظم الطلاب يعني هناك في عدة طلاب جو من جامعات مختلفة. كثير من الناس يعني حتى سافروا على حسابهم لحضور حضروا للشارقة لحضور هذا المؤتمر. جميل. فهذا يعطيك فكرة أنه العنوان ومضمون المؤتمر نفسه هو جاذب لكثير من قطاعات الباحثين في أوروبا بالإضافة للمدعوين نفسهم. جميل. طيب هذا المؤلف أو الإصدار الذي سيتم تجميع هذه الأفكار والتوصيات من خلاله والذي سيصدر بعنوان إفريقيا من منظور عالمي صحيح؟ هل سيطرح للعامة أم سيهدى إلى الحكومات أم سيكون متاحا لجميع من يرغبون في اقتناء هذا المؤلف أو الإصدار؟ هو هذا المؤلف سيكون متاح لأي شخص يود اقتناؤه. في وضع في حالة مهمة جدا بالنسبة لأهدافنا هنا، وجودنا في منطقة عربية ورغم أنه التخصص أفريقي ورغم أنه معظم الدراسات الأفريقية ومعظم المتحدثين في المؤتمر تحدثوا باللغة الإنجليزية، لكننا سنصر على مسألة ترجمة الكتاب نفسه، فالكتاب سيصدر باللغة العربية وباللغة الإنجليزية لتحت الفرصة للقارئ العربي الغير متمكن من اللغة الإنجليزية أيضا التعرف على مضمون الكتاب وعلى أهدافه وعلى الأوراق المقدمة فيه. صحيح. طيب نتحدث دكتور عن العلاقات التاريخية الوثيقة التي
تجمع هذا الإقليم الإفريقي وكذلك الخليج، منطقة الخليج العربي وبالتأكيد العالم العربي على وجه العموم. حدثنا عن هذه العلاقات. العلاقات العربية الأفريقية تعود إلى يعني آلاف السنين، وفي كل فترة وهي معقدة وشائكة. فمثلا نصف العالم الأفريقي، نصف العالم العربي يوجد داخل أفريقيا. ماذا نسمي هذا؟ يعني تعريف مثلا صحيح. من المسائل التي تطرقنا إليها في المؤتمر عن ما هو الأفريقي. هل الأفريقي هو الموجود جنوب الصحراء؟ وهي كلمة أو بنعتبرها أصبحت غير مستخدمة كثيرا، نقدت يعني تم نقد هذا المفهوم الأفريقي جنوب الصحراء وأفريقيا شمال الصحراء، لأنه لا يعبر عن العلاقات ولا يعبر عن تشابك. فيه افتراض أنه أفريقيا شمال الصحراء تختلف تماما. إذا نظرت إلى التعقد يعني التشابك بين الشمال وجنوب أفريقيا تجد أن الصحراء لا تعني أي شيء. الصحراء من قديم الزمان كانت فيها تجارة والقوافل، تبادل المنافع، وأيضا دخول الإسلام نفسه كدين صحيح. والثقافة العربية إلى ما يسمى بأفريقيا جنوب الصحراء. فمثلا معظم سكان نيجيريا مثلا نصفهم مسلمين صحيح. النيجير، مالي، السنغال 90% من سكانها مسلمين صحيح. السنغال تعتبر من ضمن أفريقيا جنوب الصحراء، ورغم أنه لا يمكن دراسة مثلا الدولة كالسنغال بدون دراسة المغرب صحيح. العربي باعتبار أن الطرق الصوفية ودخول الإسلام في المنطقة غرب أفريقيا لم يأتي عن طريق الجهاد أو الحرب، إنما أتى عن طريق التجارة وتبادل المنافع وهجرات العلماء ما بين شمال وجنوب أفريقيا. فالصحراء لا تعني وإنما هي يعني شكل زائف من الأشكال التفرقة ما بين شمال وجنوب الصحراء. لذلك معظم المتحدثين في المؤتمر اعتبروا هذا إرث استعماري في الدراسات الأفريقية نفسها وتم تجاوزه. مثلا هل البحر الأحمر هو فاصل ما بين العرب والأفارقة؟ لا، من آلاف السنين هاجر العرب إلى أفريقيا. العرب أسسوا مملكة زنزبار صحيح. مئات السنين. السودان مثلا كمثال، مصر كمثال. العرب، الهجرات العربية من الجزيرة العربية ومن المغرب العربي شكلت الأساس للتحول الإسلامي في السودان نفسه صحيح. من دولة مسيحية قديمة أو دولة قبل الإسلام. كلها تمت عن طريق الهجرات العربية. فأفريقيا هي في داخل الجزيرة العربية صحيح. أو العالم العربي والعالم العربي نفسه. العلاقة اتخذت يعني معقدة. مثلا كان في تاريخ هجرات يعني طوعية بحكم العمل، بحكم الهجرات الإنسانية لأسباب مختلفة. الحج كان من مصادر برضو الهجرات. كثير من الناس بيأتوا من غرب أفريقيا وغيره ويبقوا في صحيح. منطقة الجزيرة العربية صحيح. كذلك المسافة يعني في البحر الأحمر ما بين السودان أثيوبيا، يعني لو ذهبت إلى اليمن تجد آلاف أو ملايين من اليمنيين هم ممتزجين بدماء أفريقية. مثلا منطقة الحديدة، كثير من أجزاء الخليج العربي، في تأثير الهجرات في الموسيقى مثلا في منطقة الخليج وغيره. هنالك أيضا كانت تجارة الرقيق مثلا، هي كانت برضو من ضمن الهجرات. كل هذه الهجرات والتجارة والتبادل المنافع طوعية وغير طوعية شكلت جزء من صميم الثقافة العربية، التأثيرات الأفريقية فيها. وعلى المستوى الآخر الهجرات العربية أثرت في تكوين أفريقيا. فالعلاقة شائكة، وأحيانا يعني التقسيمات الجغرافية لا تعني شيء بالنسبة عندما نتحدث عن الثقافة، لأنه أين تبتدي أفريقيا وأين تنتهي وأين يبدأ العالم العربي وأين ينتهي أصبحت مسألة شائكة، ولا يمكن يعني وضع قول فصل فيها. جميل جدا. إذن في الحقيقة هي علاقات متأصلة متجذرة كذلك منذ قديم الأزل في الحقيقة، وزادها ترابطا في الحقيقة هذا التبادل الذي حصل في الحقيقة، هذا التنقل الذي تفضلت وذكرته،
واليوم كذلك معهد أفريقيا له دور هام في الحقيقة في استعراض هذا التاريخ، في نقل هذا التاريخ إلى الأجيال الحالية والأجيال القادمة المهتمين، نقل هذه الثقافة كذلك إلى الغرب. يعني فرصة كذلك نستغل وجودك معنا لنتعرف على جديد معهد أفريقيا في هذا العام، ما هي الأجندة التي سيطرحها، وهل هذا المؤتمر العالمي هو باكورة أم بدأت في حاجة قبل هذا المؤتمر وستكملون إن شاء الله بعده؟ قبل أن أتحدث عن المستقبل وقبل أن أتحدث عن خططنا لمعهد أفريقيا، أود أن أتحدث عن تاريخ معهد أفريقيا نفسه. هنا قد أكون ذكرت لك ذلك في المقابلة التي تمت في شهر سبتمبر، حيث استعرضت بدايات الفكرة نفسها. الفكرة بدأت في عام 76 بمبادرة من سمو الحاكم الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى للإمارات، بمبادرة مؤتمر ما يسمى بالعلاقات العربية والأفريقية في سنة 1976. هذه المبادرة جمعت يعني لو نظرت إليها أو نظرت للوثائق تندهش، لأنه كثيرين من الحضور في المؤتمر سألونا لماذا معهد أفريقيا ولماذا في الشارقة من كل البلدان. صحيح. فكانت إجابة لو نظرت للتاريخ تجد أن التاريخ معقد جدا. دولة الأمارات والخليج العربي عموما مكان يعني عنده تاريخ قديم للعلاقات العربية الأفريقية، بالعكس هو مكان يمكن دراسة العلاقة فيه بصورة أوضح بحكم هجرات حركة التنقل والتجارة والشعوب نفسها. صحيح. في يعني بتعطينا فكرة عن التعقد أو العلاقات والتشابكة هي دورة الحياة. لكن المؤتمر كان من توصيات ذلك المؤتمر الذي التقى فيه أكثر من 45 عالم أفريقي مع عربي، وهم لدهشة يعني أنا لما نظرت للمرة الأولى للوثائق نفسها أسماء كبيرة، من ضمنهم أساتذة لي في جامعة الخرطوم، وأساتذة عندما ذهبت إلى أمريكا وجدتهم نيجيريين أفارقة أمريكان وغيرهم كانوا موجودين في سنة 76 في الشارقة. ومن ضمن توصيات المؤتمر هو تأسيس معهد يعني يكون قيم ويتخصص في العلاقات العربية الأفريقية، كانت من ضمن توصياته. فاست فورورد بقول بلغة السينما، في سنة في قبل سنتين تجدد الفكرة بمبادرة من سمو الحاكم الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. بتجديد الفكرة وإنشاء ليس معهد متخصص فقط في العلاقات العربية والأفريقية، وإنما في دراسة أفريقيا بشكل عالمي. المعهد توجهاته حتى يعني كمبادرة أو كمقدمة للحديث عن هذه الخطط، رؤية عالمية. أفريقيا لا ننظر لها بشكلها الجغرافي وإنما بشكلها العالمي. أفريقيا تشكل حضور منذ بدء الإنسانية. كلنا كبشر هاجرنا من أفريقيا إذا درسنا تاريخ البشرية نفسها وتطورها. لكن الهجرات يعني التي بسبب العبودية مثلا في أمريكا أو في المحيط الهندي والهند والجزيرة العربية أو في مع الدولة العثمانية تشتتت، يعني تكونت يعني شتات أفريقي أصبح مزيج من نسيج هذه المجتمعات. فمن خطط هذا المعهد وهو معهد يعني للدراسات العليا وللبحث وللأرشفة يعني دراسة وكحاضنة للباحثين يأتوا في شكل بعثات أو في شكل ما يسمى بPost Doctoral Fellowship، يعني منح لما بعد الدكتوراه. سيكون حاضنة لكل هذه الأشياء. ففيه منهج سنضعه على خطة يعني تأخذ عدة سنوات بإذن الله لدراسة الدكتوراه والماجستير ولتدريس اللغات الأفريقية. هو كذلك رافد للباحثين، رافد للباحثين وفي نفس الوقت مكان للتدريس، وسيكون هناك العديد من الباحثين وسيكونوا محاضرين أو أساتذة في المركز نفسه. المركز سيعني بالأرشفة،
بما يتعلق بتخصصات محددة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون وغيرها، أو توثيق العلاقات العربية والأفريقية بحكم التعبيرات المختلفة لها والشائكة في منطقة الخليج نفسها، لو موسيقى لو فن لو رقص لو حركة أو لو تاريخ للعلاقات العربية والأفريقية. دي من أهدافه. أن أهدافه إنشاء دوريات جميل. للبحث، وستكون هناك مجلة متخصصة في الدراسات الأفريقية، سنصدر سلسلة مطبوعات مبنية على المؤتمرات التي يعني ننفذها في شكل يعني خطط سنوية. لكن أيضا ستكون هناك مبادرات أخرى للبحث بدعوة الكثير من الباحثين للنشر. سننشئ يعني سلسلة للدراسات الأفريقية تطبع بالتعاون مع جامعات كبرى في الغرب أو في أي منطقة أخرى. جميل. سيكون هناك تعاون في مؤتمرات في بحوث مع جامعات أفريقية. سنبدأ باختيار مجموعة من مراكز البحوث. هذا المؤتمر ركز على دعوة ليس فقط العلماء في الغرب أو في العالم العربي أو الأفريقي، وإنما ركزنا على مجموعة من يمثلون مؤسسات جامعية وبحثية داخل أفريقيا وفي المهجر نفسه. فالهدف من ذلك بإنشاء يعني بداية إنشاء علاقات معهم تعاونية. فحقيقة خطة زي ما بقولوا the sky is the limit، السماء هي حدودنا، لكن في نفس الوقت نود أن نكون واقعيين، بمعنى أنه نضع خطة يمكن تنفيذها. صحيح. الطموح شيء، لكن الإنجاز والواقع شيء يعني مهم. فسنبدأ الخطة الأولى ستكون بناء المعهد نفسه، لكن لن ننتظر اكتمال المبنى. وسنبدأ مثلا بتدريس اللغات، سنبدأ بسلسلة محاضرات، سننفذ مراكز مواسم تركز على الدول الأفريقية للمنفعة العامة مفتوحة للجمهور. مثلا يمكن عمل موسم للجزائر، صحيح، نستعرض فيها تاريخ الجزائر، نستعرض فيها ثقافة الجزائر، كتابات الفنانين أو الأدباء، فنهم، معارض، كلها لتوعية الجمهور في الخليج والجمهور العالمي، لأنه الخليج نفسه فيه يعني نموذج للعولمة. يعني تذهب في الشارع أو إلى السوق أو السوبر ماركت تجد ناس من كل العالم. صحيح. فسيكون مفتوح من ضمنهم أفارغة. فمهمتنا هي النشر الوعي وتصحيح صورة أفريقيا. صحيح. صحيح. بالإضافة للبحوث، مهمتنا هي تصحيح صورة أفريقيا والتي تشوهت بحكم الاستعمار وبحكم الطريقة التي يعني تمثل في في الصحافة العالمية وفي البريس وغيره. جميل. طيب دكتور، صف لي في الحقيقة ردود أفعال النخب في مختلف المجالات، سواء كانت ثقافية، فنية، سياسية، رياضية، وحتى المواطن هناك في الإقليم الإفريقي بعد إنشاء مثل هذا المعهد، بعد هذا يعني النشاط الذي في الحقيقة رجع، أنا يعني لن أقول استهله المعهد، لأنه هو المعهد في الحقيقة قائم منذ فترة طويلة جدا، ولكن هذا القلق الذي عاد من جديد وهذا الوهج في الحقيقة الذي بدأنا نراه، يعني صف لي ردود الجميع في الحقيقة من هذه المنطقة بالذات، خصوصا من زاركم. أنتم وجهتوا دعوات للعديد من النخب، من المثقفين، من الأكاديميين، وحتى من المقيمين هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. رد الفعل كان إيجابي، حتى بصورة يعني تفوقت توقعاتنا، يعني كانت يعني أكثر من توقعاتنا. يعني توقعنا حضور، توقعنا استجابة بصورة متواضعة، لكن الدهشة كانت بالنسبة لي أنا الاستجابة الإيجابية ورد الفعل الإيجابي من كل الحضور. اندهشوا من الإمكانيات ومن السند الذي تقدمه الشارقة للثقافة. توقيتا المؤتمر نفسه يعني كنا استراتيجيين في عمله، على أساس
أن يكون ما بعد افتتاح بينال الشارقة، بحيث الحضور والضيوف عندما يحضروا يستفيدوا من وجودهم. صحيح. وكثير منهم سبقوا يعني الجو يعني حضروا من بداية البينالي ليستفيدوا من رؤية البينالي، ليستفيدوا من المؤتمر بتاع مارس أو لقاء مارس الذي ينعقد مع 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 المؤتمر. فكانت يعني مؤتمرنا هو امتداد للأنشطة الموجودة. الدهشة والاستجابة يعني الجميلة من كل ضيوفنا كانت هي التي فاقت توقعاتهم نفسهم، إنه في يعني اهتمام خالص بالثقافة. يعني كثير منهم اندهشوا حتى بالسند الذي يقدم للفنانين، ومن ضمنهم كثير من الأفارقة هذا العام. اكتشاف لكل هذه التي لا توجد، يعني الإمكانيات والجاليريهات التي تتميز بها يعني حتى من الناحية المعمارية. مباني مثلا مؤسسة الشارقة للفنون لا وجود لمثيلها في كثير من الدول الأوروبية وحتى في نيويورك نفسها. من أنا أي أقول ناحية لك بصدق، من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ من ناحية وجود المساحة، من ناحية وجود السند يعني المالي. صحيح. لما يسمى بكوميشنز للأرتيست عشان يعملوا أعمال جديدة. بالنسبة للسبورت اللي يعني الدعم الذي يجده الفنانين وما يسمى بالقيمين على المعارض لا تجده في مكان آخر. حتى المباني نفسها مبنية بذوق اللي هو يراعي البيئة التي يعني حوله. مثلا مباني الشارقة في منطقة المريجة مباني يعني ليست بالفخمة أو متطاولة في البنيان، بالعكس هي تندمج مع المباني التي حولها. صحيح. هناك اهتمام بالمباني القديمة وإعادة تأهيلها وترميمها لتكون مكان للفنانين. مثلا استوديوهات الحمرية. صحيح. لدهشة كثير من الحضور والفنانين نفسهم ومن ضيوفنا إنه هذا الدعم للفنانين، لأن هي مباني الحمرية فيها استوديوهات للفنانين وفي أيام البيانالي تتحول إلى مكان للعرض. والمبنى نفسه مبنى ليس بالفخامة والزخرفة لكن بالبساطة التي يعني تعطي المشاهد والفنان نفسه القدرة على التركيز على العمل مش على المبنى. يعني المبنى جميل في حد ذاته، بسيط، لكن المبنى مهيأ. الدهشة كانت مش فقط للدعم، وإنما الدعم الفني في حتى تهيئة المعرض في الإضاءة. يعني كل الأشياء اللي تم تنفيذها في هذه المعارض لا تقل، وإنما هي تسبق حتى يعني سباقة حتى بالنسبة لبينالي فينيسيا، حتى بلقاء دوكيومنتا. ما شاء الله. يعني هي بنفس المستوى، يعني صحيح. أنا أقولها بكل صدق. طيب دكتور، يعني هل هذه الاستجابة التي فاقت التوقعات كما ذكرت، هل دعتكم إلى تغيير بعض الخطط والبرامج التي طرحتموها في وقت سابق، أو على أقل تقدير تعديلها؟ بالعكس، هي دفعتنا أكثر حماسا وأكثر طموحا يعني حقيقة، لكن ليس هناك تعديل، لأن الخطة نفسها هي خطة طموحة من البداية، وفيها يعني استجابة مسبقة لكثير من تطلعاتنا. مثلا قاعة أفريقيا مهيئة لمؤتمرات. صحيح. عندنا مبنى جديد سيبنى بواسطة معماري بريطاني من أصول غانية أفريقي، وفي ذلك يعني إشارة رمزية لاهتمامنا بأنه المبنى نفسه يكون له البعد الأفريقي في التصميم. ديفيد أجي اللي هو المعماري الذي يعني سيتولى تصميم وبناء المعهد نفسه في المبنى القديم للبلدية الشارقة، وضع في ذهنه أنه لازم يعمل مبنى، وهو مشهور، هو بنى مبنى الإسمسونيان اللي هو المبنى المتخصص في تاريخ الأفارقة الأمريكان. صحيح. وأسس وهو مبنى يعني
في حد ذاته تحفة جميل وجميل، فهو نحن طموحين في أنه يعمل مبنى في نفس المستوى. نحن كذلك عندنا شغف دكتور أن يعني نرى هذا المعهد على أرض الواقع، وكذلك نتابع جميع الأنشطة والفعاليات التي تنظم من قبلكم. أنا أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معي اليوم، على كذلك كل ما تقومون به في الحقيقة هناك في معهد إفريقيا والمرافق التابعة له من جهد مقدر بالتأكيد. شكرا دكتور. أشكرك على الفرصة، وأتمنى أن أكون يعني قدمت ما الله يحفظك ما قصرت. شكرا.